كل عام وحضراتكم بخير. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء الركن الأعظم من الحج بالوقوف على جبل عرفات. وأدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة. هذا ويبدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب الشمس التوجه من عرفات إلى مشعر المزدلفة، حيث يقومون بتأدية صلاتي المغرب والعشاء والمبيت بالمزدلفة حتى فجر غد العاشر من ذي الحجة، ثم التوجه إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة. وعلى صعيده أكثر من مليون حاج جاءوا من كل فج عميق في مشهد مهيب يباهي الله به أهل السماء. من بين تلك الجموع 20,000 حاج مصري قدمت لهم وزارة الداخلية كافة الخدمات، فهي المشرفة على بعثة الحج المصرية. إن الحمد والنعمة لك والملك لا